السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، رب تكونوا بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. موضوع حلقتنا اليوم عن إيه؟ موضوع حلقتنا اليوم عن مترو اسكندرية الجديد أو المشروع البديل لقطار أبو قير اللي أمامكم. اللي ما عندوش فكرة إن كان مشروع مترو اسكندرية الجديد آخر تطورات أو آخر معاد تم الإدلاء به كان وزير النقل كامل الوزير، كان مفروض في شهر ابريل 20 ابريل يتم البدء في انشاء مترو اسكندرية او بداية الاخلاءات او بداية الانشاءات، كانت مفروض في 20 ابريل، ولكن الى الان لم يتم اتخاذ اي اجراءات. لكل المتابعين اللي سألوني عن مترو اسكندرية، الى الان ما احنا موجودين في شهر 7، لا يوجد اي اشارات او دلائل على بداية مشروع مترو ابو قير. اللي ما عندوش فكرة ان اسكندرية فيها قطار ضواحي، القطار اللي امامكم سكك الحديد اللي امامكم ده قطار ابو قير، قطار ضواحي زيه زي في كتير قوي في المحافظات قطار ضواحي. القطار اللي امامكم اللي قادم حاليا الاخضر ده قادم من ابو قير، سموه لي قطر ابو قير علشان هو بيبدا من محطه مصر او محطه اسكندريه وينتهي لمحطه ابو قير. المحطه اللي امامكم دي محطه اسمها محطه النقراشي باشا او محطه فيكتوريا. ليه سموها النقراشي باشا؟ لان النقراشي باشا رئيس الوزراء كان ليه قصر هنا في هذه المنطقه، وتم شراؤه عن طريق رجل الاعمال السكندري الفايد اللي هو ابنه كان اسمه دودي اللي كان متزوج الأميرة ديانا. مشهورة عندنا باسم محطة فيكتوريا. ليه معروفة باسم محطة فيكتوريا؟ لان على الشمال اعرق مدارس اسكندرية كلية فيكتوريا كوليدج على شمال الشجر اللي امامكم. امامكم احنا موجودين في منطقة فيكتوريا، امامنا منطقة سيدي بشر ثم العصافرة ثم المندرة المنتزة الاصلاح المعمورة البلد تسون ابو قير، على الشمال البحر، على اليمين ترعة المحمودية القديمة اللي هي حاليا شريان الامل وشارع الجلاء، على اليمين ايضا شارع ملك حفني ابلي، وعلى الشمال شارع ملك حفني بحري. قطار ابو قير بدايته، لو قلنا بدايته من محطة مصر، يبقى محطة مصر ثم محطة الحضرة ثم محطة سيدي جابر ثم محطة الظهرية ثم محطة بكوس ثم محطة غبريال ثم محطة رمل الميري ثم محطة فيكتوريا ثم سيدي بش العصفرة المندرة المنتزة المعمورة المنتزة الاصلاح المعمورة البلد تسون ابو قير. في المشروع الجديد ان شاء الله هيتم الغاء محطة واضافة 5 محطات، هيتم الغاء محطة الرمل الميري واضافة محطات جديدة زي محطة محمد نجيب اللي هي عند سوق دربالة، زي محطة كفر عبده اللي هي عند هيحطوها عند بإذن الله عند شركة النحاس القديمة، زي محطة غالبا محطة سبورتينج تبقى عند نفق كليوباترا. هيضيفوا محطات جديدة ان شاء الله في المشروع القادم. دي محطة المندرة، احنا كده موجودين على محطة المندرة، على الشمال المندرة بحري وعلى اليمين المندرة ابلي. يعني ايه اللي ما عندوش فكرة؟ قطار ابو قير مقسم من اول سيدي بشر بحري على الشمال، سيدي بشر ابلي على اليمين، العصفرة بحري على الشمال، العصفرة ابلي على اليمين، المندرة بحري على الشمال، المندرة ابلي على اليمين، طبعا المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد الاثنين على الشمال، ثم ابو قير ايضا مفيش فيها ابلي وبحري، ابو قير البحر على الشمال البحر الحي، وابو قير البحر الميت والمنتدى على اليمين. كده احنا خلفنا جناين المنتزه قصر المنتزه، امامنا العصافرة ابلي على الشمال والمندرة ابلي على الشمال و المندرة بحري والعصافرة. احنا فين حاليا بالكاميرا؟ احنا موجودين في منطقة سيدي بشر، على الشمال سيدي بشر ابلي، على اليمين سيدي بشر بحري، على الشمال شارع ملك حفني ابلي، على اليمين شارع ملك حفني بحري، على اليمين شارع جمال عبد الناصر والبحر، على الشمال شارع محمد فريد وشارع الصداقة وسيدي بشر ومدرسة الكلاب او مدرسة تعليم
كلاب الحراسة. المحطة اللي أمامكم من أهم المحطات الرئيسية في خط قطار أبو قير. ليه هي من المحطات الرئيسية دي؟ محطة المعمورة البلد، خلفها الإصلاح والمعمورة الشاطئ، محطة اسمها الإصلاح اللي بجوارها المعمورة الشاطئ. احنا موجودين محطة المعمورة البلد، أمامنا طوالي أبو قير، ولكن على اليمين يوجد أقدم خطوط السكك الحديد في اسكندرية، وهو خط قطار رشيد، المعمورة رشيد. يعني الناس اللي على يمين الصورة انت شايفينهم كتير، دول منتظرين قطار رشيد بيطلع من المعمورة البلد. ليه مواعيد من 6:30 7:30 الى نهايته 7:30، بيروح البوسيري، وفي قطارات بتروح رشيد غالبا يعني، ولكن هو مدخل اسكندرية لقطارات البضائع و القطارات النفط والبترول والمعدات والخردة اللي كانت بتدخل لشركة النحاس في الظهرية. القطر اللي امامكم ده قطر ابو قير، وعلى اليمين قطار رشيد. بالنسبة لقطار ابو قير، للأسف قاسم قبلي وبحري تقسيم عنصري. عنصري يعني ايه؟ يعني لما يسألوك احنا كده في الصورة، حي المنتزع على شمالنا على طول، على يميننا اول شارع كده اليمين شارع المسرح قبل سكة الحديد، ثم شارع حسن رفعت، ثم شارع القاهرة، ثم بعد كده سيدي بشر قبل كلها. قاسم ازاي تقسيم عنصري؟ يعني مثلا يقول لك انت ساكن قبلي ولا بحري؟ تقول له انا ساكن في سيدي بشر. يقول لك لا كمل، يعني سيدي بشر بحري ولا قبلي؟ ساكن في المندرة فين؟ قبلي ولا بحري؟ ساكن في العصافرة؟ قبلي ولا بحر؟ للأسف بيتم تصنيف الشخص على حسب إن كان قبلي أو بحري، وده كمان بيبان حتى لما شاب بيروح يتقدم لفتاة وهي ساكنة في بحر السكة وهو ساكن في قبلي السكة أو العكس، فبيتم التداول والمناقشات حول إيه ده هو ساكن في قبلي السكة. بالنسبة للشقق والتمليك والإيجار والعقارات والبيوت، قبل السكة وبحر السكة. بحر السكة احنا كده موجودين فين؟ احنا كده موجودين ما بين محطة الرمل الميري ومحطة فيكتوريا، على الشمال كده شارع ابو قير، ثم البحر، على اليمين منطقة بقى غبريال والترعة المردومة، الى نصل للسيوف وكفر دوار من ابو سليمان من الخلف خرشد وكفر الدوار. بالنسبة للمباني والعقارات، سيدي بشر بحري بتزيد عن سيدي بشر قبلي، حتى لو بينهم بس السكة الحديد حوالي 500,000 جنيه. يعني ممكن العصافرة بحري والعصافرة قبلي موجودين ما بينهم بس شريط القطر ده، يفرق الشقة حاليا ما بين قبلي وبحري حوالي 500,000. طبعا ده بالقرب للسكة الحديد، لكن لو على البحر بتفرق ملايين. يعني المنظرة قبلي والمنظرة بحري على شارع ملك حفني قبلي وملك حفني بحري، الفرق بينهم السكة الحديد الشريط بس يفرق 500,000 جنيه، لكن على عبد الناصر تزيد، على شارع اسمه جامع عبد الناصر او شارع البحر يزيد. طبعا شارع البحر رقم واحد تبقى الشقة بملايين، شارع جامع عبد الناصر او شارع ابو قير بتبقى الشقة بمثلا ب 800,000 900,000. الشقة على القطر بحري بتبقى مثلا ب 600 ب 500، لكن قبلي بتقل. طبعا الارقام مش مظبوطه، ولكن انا بحسب لكم فوارق الفلوس. القطر ده جاي منين؟ جاي من محطه فيكتوريا داخل محطه اسمها الرمل الميري، كده خارج هو من فيكتوريا داخل الرمل الميري، ثم غبريال، ثم بكوس، ثم الظهريه، ثم سيدي جابر. قطار ابو قير حاليا بيتوقف في محطه سيدي جابر، ولكن في بعض الرحلات، طبعا هو كان تم ايقافه للذهاب لمحطة مصر لفترة شهور كتيرة جدا، ولكن في هذه الايام تم السماح لبعض الرحلات صباحا للذهاب الى محطة مصر او محطة اسكندرية. يعني مش كل القطارات اللي خارجة من ابو قير حاليا بتوصل لمحطة مصر، بعض القطارات ليها اوقات معينة بتوصل لمحطة مصر، وباقي القطارات بتقف بدايتها في محطة سيدي جابر. طبعا محطة سيدي جابر محطة رئيسية زيها زي محطة مصر، ولكن محطة مصر هي المحطة الأساس الرئيسي. للعلم اللي ما عندوش فكرة، اسكندرية فيها أكتر من
سكك حديد، سكك حديد خفيفه وسكك حديد تقيله. السكك الحديد الخفيفه قلنا اللي هو ترماي الرمل الازرق من محطه الرمل الفيكتوريا، وترماي البلد الاصفر اللي كان اصفر زمان اللي هو بيجول بقى من محطه مصر للمنشيه لراس التين للنزهه، محرم بيك، كرموز، الورديان، كل ده قطاع ترماي البلد الاصفر. ايضا في بالنسبه للسكك الحديد، في سكك حديد اسكندريه القاهره وباقي المحافظات بيكون دخول القطار لسيدي جابر ثم محطه مصر، ولكن ايضا في سكك حديد اسكندريه مطروح. سكك حديد اسكندريه مطروح بدايتها من اول محطه في اسكندريه محرم بيه، ولكن القطار بيسلك اتجاه محرم بيه من كوبري أبيس كده تحت، من جوار كوبري أبيس او من جوار محطة أبيس او من جوار الطريق الزراعي، بيدخل من عند جرين بلازا كده عند مرسيدس بنز اتجاه عزبة المطار، ثم محرم بيه بدايته اول محطة في اسكندرية محرم بيه، بيسموه القطر الحربي او القطر الصحراء او القطر الصحراء او القطر الصحراوي، بيتجه الى مطروح. كان زمان اول محطة تم انشائها في اسكندرية محطة الاباري، محطة قطار الاباري اللي تم انشائها في عهد محمد سعيد باشا في القرن التسعتاشر. قطار ابو قير زي ما قلت لكم من اسهل واسرع المواصلات حاليا في اسكندرية. اي نعم له معارضين كثر، ولكن له محبين ومستفيدين اكثر واكثر واكثر، ناس حياتها كلها في قطار ابو قير. هو رخيص، كان الى فتره قريبه جدا كان بجني من القطر، بجني ونص من الشباك، حاليا اصبح كله من الشباك ب3 جنيه، ولكن اللي معهوش تذكره في القطر بيتم تطويقه بحوالي 18 جنيه. في ناس نفسها القطر يقف ويتعمل المترو، في ناس نفسها المترو ما يتعملش ويفضل القطر. طبعا كل واحد بيقيس المشروع حسب الاستفادة منه والخسارة والمكسب، لكن احنا نتمنى الخير لينا والاهلنا. اي نعم في حوادث كل يوم، كل يوم في حوادث للأسف، اصطدام بالقطار في كل يوم، القطار متوقف ليه عشان في حد اتضرب في العصافرة، في حد اتضرب في سيدي بشر، في حد اتضرب في المعمورة، ولكن طبعا الناس كلها بتترقب هذا المشروع. طبعا اللي ليه محلات او مباني على القطار على الاسوار يترقب يقول كده، واللي هو ملهوش في المحلات ونفسه في خدمة كويسة وخدمة سريعة بيقول كده. كل واحد بيحسب الموضوع على حسب الاستفادة والمكسب والخسارة، ولكن المفروض احنا كلنا نفكر في البلد، بلدنا اسكندرية، بلدنا مصر كلها. المشروع ان شاء الله، برغم ان انا من المحبين والعاشقين لقطار ابو قير، ولكن احنا كلنا مع المصلحة العامة ان مشروع اسكندرية ان شاء الله هتكون طفرة في اسكندرية، هيكون حاجة جميلة جدا، هيقضي على عشوائيات، هيقضي على المزلقانات، هيقضي على حوادث. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. ان شاء الله اتمنى الخير لكل المصريين.